مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم الى تغطياتنا المباشره والمستمره على قناتكم قناه النيل الاخبار. هذه التغطيه خاصه بما يحدث في الاراضي الفلسطينيه، وسنتناول فيها ملفين اثنين. الاول سيتعلق بكارثه جديده يشهدها قطاع الصحه في غزه مع ظهور فيروس شلل الاطفال. الملف الثاني في هذه الحلقه فيتعلق بتصعيد اسرائيلي جديد تشهده الاراضي الفلسطينيه المحتله اي الضفه الغربيه، بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت رفع القيود على الهجمات الجوية على الضفة الغربية. سنبدأ بالملف الأول. ومع سوء أحوال الصحية في غزة ظهرت كارثة جديدة وهي ظهور فيروس شلل الأطفال، وكأن غزة ينقصها المزيد من الكوارث الإنسانية ليضاف إلى القتل اليومي وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات مع النزوح الإجباري منذ 7 أكتوبر الماضي. أيضا وجود المجاعة الموجودة في غزة يضاف ظهور فيروس شلل الأطفال. نعلم أن الوضع الصحي سيء جدا ومنعدم تماما في غزة، فظهور الكوليرا من التلوث وظهور الأمراض المعدية هو طبعا بسبب عينات من مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من مدينتي خان يونس ودير البلح، أظهرت أيضا وجود فيروس شلل الأطفال. هذا المرض يهدد سكان القطاع بعد مرور 35 عاما على القضاء عليه نهائيا على المستوى العالمي، وهو ما يستلزم مزيدا من الإجراءات الاحترازية والمزيد من الدعم الصحي والإنساني، والأهم من ذلك هو وقف الحرب على القطاع. دعوني أخرج إلى هذا التقرير ثم سنتحدث في هذا الملف بداية. ظروف مأساوية يعاني منها سكان قطاع غزة إثر استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر دون هوادة، لتتزايد معاناة المواطنين يوما بعد يوم نتيجة الظروف الصحية والبيئية نتيجة التدمير في كافة القطاعات الحيوية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن فحوصات بيّنت وجود الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في عدة عينات من مياه الصرف الصحي، منددة بكارثة صحية. وبيّنت الفحوصات بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وجود فيروس شلل الأطفال، والذي يعد نادرا وهو ما ينذر بكارثة صحية يعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بالمرض. وتوقفت مضخات مياه الصرف الصحي في القطاع بسبب نقص الوقود، وتشكل مياه الصرف الصحي الراكدة وأكوام القمامة والأنقاض بيئة مواتية لانتشار الأوبئة المختلفة. ومع ندرة المياه الصالحة للشرب واعتماد الكثير من السكان على المياه غير النظيفة، اتهمت منظمة أوكسفام الخيرية إسرائيل في تقرير لها باستخدام المياه كسلاح بشكل منهجي ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة، خاصة في ظل تفاقم الوضع الإنساني. فما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بالمناطق الإنسانية المعلنة من جانب واحد. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير، وضعنا في موضوع ملفنا الأول. وللمزيد من التفاصيل معنا من القدس المحتلة الأستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، على الهواء مباشرة عبر الإنترنت. أستاذة رتيبة تحياتي وأهلا بك. لك ولجميع المستمعين. يعني بصراحة احنا كنا متوقعين انتشار الأوبئة في قطاع غزة، واليوم عندنا 1.7 مليون مصاب في أمراض معدية مختلفة في القطاع. في الشهور الثلاثة الأولى من الحرب والعدوان على قطاع غزة كان هنالك منع لإدخال التحصينات الطبية أو التطعيمات للأطفال، وعدد كبير جدا أيضا من الأدوية بجانب هذه التطعيمات. وقد حذرنا أنه نتيجة نقص هذه التطعيمات وعدم حصول
حصول الأطفال على التحصينات المناسبة نتيجة يعني انعدام أيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالأمومة والطفولة، أن هنالك سيكون انتشار لأمراض يعني كادت أن تكون منتهية ومختفية من العالم ومن فلسطين بالذات، لأننا كنا نتمتع بسلة تطعيمات وتحصينات يعني عالية جدا نعم. من عدد كبير جدا من الأمراض، وبالتالي كان ظهور مرض شلل الأطفال أو حتى الجدري أو غيرها من هذه الأمراض التي كانت تنقرض في العالم كان حتمية أكيدة ونتيجة لنقص التحصينات. في الفترة ما بعد ال3 شهور الأولى كان هنالك إدخال غير منتظم لهذه التحصينات، وطبعا حالة اللجوء المستمرة، بعض العائلات يعني نزحت لأكثر من 6 مرات من أماكن سكنها، وبالتالي أصبح عملية أصلا يعني إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية إن توفرت أيضا صعب جدا ويكاد يكون مستحيل مع غياب وضعف البنى التحتية الصحية واستخدام كثير من مراكز الطفولة والأمومة كمراكز لعلاج الجرحى والمصيبين نتيجة تزايد عدد الجرحى بعدد كبير جدا في القطاع. يعني هذه المقدمات كانت لربما تستحضر في بالنا أن هناك سيكون كارثة صحية على مستوى الطفولة في فلسطين خلال ليس فقط الحرب حاليا وإنما لربما أيضا في نعم، السنوات القليلة القادمة نتيجة انعدام وهذا التحصينات. يدخلني إلى السؤال الأكبر، هل هذه الحرب فعلا ممنهجة للقضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على الفلسطينيين؟ ما يظهر من جميع جنبات هذه الحرب هو ليس هو مجرد القتل المستمر الآن للفلسطينيين، ولكن هو تشويه حتى الأجيال الجديدة إما بالمرض وإما التشويه النفسي للقضاء على القضية الفلسطينية والإنهاء حق هؤلاء الأطفال وحق الفلسطينيين في العيش. يعني يوم بعد يوم خطابات هذه الحكومة بوزرائها ورئيس وزرائها واضحة جدا بأن الهدف الأساسي هو منع إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، بمعنى هذه الحرب هي تتمتع بكل صفات ومواصفات حرب الإبادة، وإسرائيل تستخدم كل الوسائل الممكنة للتأكد من إبادة الشعب الفلسطيني أو إحداث يعني ضرر دائم يجعل منطقة قطاع غزة والسكان في قطاع غزة غير قابلين للحياة لفترة طويلة جدا قد تمتد عقود، وحتى التقارير الأخيرة تتحدث عن 4 عقود حتى نعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر في قطاع غزة على المستوى سواء كان البنى التحتية أو حتى على مستوى العمار أو حتى على المستوى الأكاديمي والعلمي، هنالك استهداف للمؤسسات الأكاديمية للعقول المفكرة في قطاع غزة وأيضا للطفولة، يعني استهداف مركز الأجنة والقضاء على كل الأجنة في الحاضنات، هي يعني ليست حرب على قضاء على إرهاب أو دفاعا عن النفس، لا. هي قضاء على الطفولة وقضاء على مستقبل الشعب الفلسطيني، منع إدخال الوقود لمحطات المياه العادمة أدت في الشتاء الماضي إلى فيضان كبير جدا للمياه العادمة واختلاطها بالمياه الجوفية، ونحن نعلم أن هنالك اعتماد كبير جدا في استخراج المياه الجوفية من الحوض الأرضي، وهو طبعا نتيجة الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، حوض المياه الجوفية الفلسطيني هو سطحي وليس عميق جدا، ويمنع على الفلسطينيين استخدام المياه العميقة جدا لأن إسرائيل أصلا تستنفذها بأبار المياه في المستوطنات حول قطاع غزة، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن مياه ملوثة بمياه المجاري، صعوبة استخراج المياه الجوفية السطحية لأنها ستكون أيضا ملوثة، وغياب مضخات المياه العادمة وتشغيل نعم. محطات تكرير المياه العادمة نتيجة اختفاء الوقود، هذه حرب مركبة الهدف منها القضاء على أي فرصة للحياة ليس فقط للسكان الحاليين وإنما حتى للسكان المستقبلين، ونحن تحدثنا في بداية الحرب عن 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، تحدثنا عن حجم الإجهاضات والولادات غير الآمنة وتشوه الأجنة الحادث بسبب استمرار فترة الحرب لأكثر من 9 شهور في قطاع غزة. طيب، إذا تحدثنا عن الحلول، يعني في رأيك ما هي الجهات المنوط بها أن تقوم على مواجهة هذه الكوارث الصحية وليست كارثة فقط فيروس شلل الأطفال؟ يعني وإن كنا نتحدث عن جيل ربما يصاب بمرض يمكن السيطرة عليه خلال الفترة القادمة، ولكن هناك أمراض أخرى مثل الكوليرا والجدري كلها راجعة ل
سوء الأحوال الصحية وسوء التطعيمات وسوء النظافة واستخدام المياه الملوثة، ما هي الجهات المنوط بها في رأيك لمواجهة هذه الكوارث الصحية؟ وهل هذه الجهة قادرة على إيقاف الحرب للعمل على إنقاذ ما تبقى من الشعب؟ يعني اعتقد انه يجب ان يكون هنالك تدخل دولي كبير جدا للضغط على اسرائيل، اولا لانهاء العمليات العسكريه على قطاع غزه، وثانيا ادخال المساعدات بكافه اشكالها دون تقييد لهذه المساعدات. نحن اليوم نعلم انه هنالك قائمه كبيره جدا من الممنوعات، وحتى الوقود احيانا يكون بشكل مقنن جدا، يعني نقدر احنا نحكي 67% من الصرف الصحي مدمر. نحن بحاجه الى مضخات للمياه العادمه، نحن بحاجة لإعادة إعمار سريع في قطاع غزة، نحن بحاجة إلى إدخال أدوية وتحصينات للأطفال بشكل كبير جدا، مستشفيات ميدانية بشكل كبير جدا. طبعا كل ذلك لا يمكن أن يتحقق دون إيقاف الحرب، وأعتقد أن اليوم المجتمع الدولي جميعه مسؤول عن الإبادة الجماعية في فلسطين، وليس فقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يقف مكتوف الأيدي ومكبل عن محاسبة إسرائيل أو إيقافها عند حدها في ما تقوم به من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وحرب مستمرة دون أهداف واضحة سوى يعني إنهاء وجود الشعب الفلسطيني. هذا الهدف الوحيد الذي أستطيع أن أراه من كل العمليات العسكرية التي تقوم بها يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وهذا يعني أعتقد أن المجتمع الدولي متقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات، بما فيها المؤسسات الدولية، سواء كانت المؤسسات الصحية أو حتى المؤسسات الإغاثية التي تقف يعني فقط في إصدار التقارير والتنديد في الوضع الصحي المتردي في القطاع، دون محاولة بذل المزيد من الضغط لإدخال ما يلزم لإنقاذ الوضع الكارثي في القطاع، أو حتى منع استمرار هذه الكارثة المستمرة في قطاع غزة. طيب اسمحي لي أن أسألك في موضوعنا الآخر وأن نربطه بهذا الموضوع، وهو فكرة الحرب الشاملة ليست في قطاع غزة فقط، ولكن الضفة الغربية تتعرض ومواطني الضفة الغربية يتعرضون للاعتقالات والقتل بدم بارد، وأيضا منع من حقوقهم الطبيعية، والآن يوف جالانت يدخل على هذا الخط ويبيح ضربات الجوية داخل يعني قطاع غزة، مع أن نضع في الاعتبار أن المستوطنون يزيدون من الطين بلة كما نقول، ويتعرضون مع مصادرة الأراضي وغيرها. الأوضاع في الضفة الغربية كيف ترينها بعينك الآن؟ يعني اولا في شهر تموز 2023 كان هنالك انزال لصاروخ وقصف جوي واغتيالات من الجو في مخيم جنين، هذا اثار ايضا الاداره الامريكيه بشكل كبير جدا، وكان هنالك تخوف من انفجار الوضع بشكل كبير في الضفه الغربيه، وبالتالي تم تغيير السياسه للهجوم على الضفه الغربيه من خلال الاغتيالات والاعتقالات والمداهمات للمخيمات والمناطق السكنيه الفلسطينية بشكل يومي. يعني نحن نتحدث عن أكثر من 9000 أسير منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، ونتحدث عن أكثر من 600 شهيد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدمير الشوارع والبنى التحتية في مخيمات الضفة الغربية، وأصبح هذا حدث يومي في الضفة الغربية. تسليح 28000 قطعة سلاح للمستوطنين لاستخدامها لترهيب المزارعين، حرق الأراضي وأشجار الزيتون، كل هذه المشاهد كنا نشهدها منذ بداية 2023، ولكن أصبحت أكثر تكثيفا ما بعد 7 أكتوبر، مع عدم وجود تغطية كافية طبعا نتيجة الانشغال بالمأساة الإنسانية والكارثية في قطاع غزة. يبدو أن إسرائيل وهذه الحكومة بالذات قد أخذت قرارها بحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تثبيت وقائع جديدة على الأرض تنهي فيها الوجود الفلسطيني، وتهجر عدد كبير من الفلسطينيين من أماكن سكنهم، سواء كان بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وهي تستخدم أساليب ممنهجة بذلك. زادت الخسائر نتيجة استمرار المقاومة في الضفة الغربية، وطبعا ضيق المخيمات في الضفة الغربية مكتظة جدا والشوارع ضيقة جدا، وبالتالي الآليات العسكرية الإسرائيلية تتعرض للهجوم وتكون في حالة
صعوبة لانسحابها من المخيمات في حالة دخلت وفي حالة تعرضت لأي نوع من الهجوم أو المقاومة في داخل المخيم، وبالتالي تنعدم عنها الإمدادات، وبالتالي كان القرار باستخدام القصف الجوي في محاولة تقليل الضرر للجيش الإسرائيلي الذي أصبح منهكا مع تشتت الجبهات صحيح، ما بين شمال نعم، إسرائيل في حربه مع جنوب لبنان أو حتى في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. قبل نعم، السابع من نعم، أكتوبر ثلثين الجيش الإسرائيلي يقوم نعم، بعمليات الضفة الغربية وثلث فقط في المناطق الأخرى. اليوم المعادلة اختلفت، هنالك أقل من ثلث من قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تعمل، بينما الثلثين الآخرين منشغلين في قطاع غزة وفي جبهة الشمال مع جنوب لبنان. وبالتالي لتقليل الأضرار وزيادة سرعة إنجاز المهام في القضاء على المخيمات الفلسطينية، تم استخدام أو السماح السماح باستخدام بالضربات الجوية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، كنت معي على الهواء مباشرة عبر الإنترنت من القدس المحتلة، شكرا جزيلا. وطبعا كان يهمنا أن نأخذ وجهة نظر من هي في هذا الملف خاصة في القدس المحتلة. دعوني أخرج لهذا الفاصل ثم نفتح الملف الآخر. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إنهاء القضية الفلسطينية وعلى القضاء على الفلسطينيين بشكل كبير، وأيضا على أخذ المزيد من الأراضي. فبينما العالم منشغل بما يحدث في غزة، التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمر أيضا في الضفة الغربية، وتصعيد جديد، حيث قال يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي وأعلن أنه أعلن رفع القيود على الهجمات الجوية على الضفة الغربية. وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أنه تم إزالة القيود المفروضة على الهجمات الجوية في الضفة الغربية. هذا التطور يأتي في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ الجرائم في كل أرجاء قطاع غزة، مع ارتكاب المجازر الدامية ضد المدنيين بشكل يومي، إضافة إلى عمليات التوغل اليومي في مدن ومخيمات الضفة الغربية، مما يزيد من حالة التوتر ويرفع من احتمالات انفجار الأوضاع في كل المنطقة، خاصة مع سخونة جبهات أخرى مؤخرا مثل الجبهة اليمنية وقبلها الحدود الإسرائيلية مع لبنان وتحديدا مع حزب الله. ينضم إلي في هذا الملف بداية الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، تحياتي وأهلا بك. عفوا، مع الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور جهاد، أهلا بك. دكتور جهاد، إذن نحن نتحدث عن فتح جبهة جديدة داخل المستوطنات، ما بين المستوطنات وما بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وبين الضفة الغربية من ناحية أخرى. نتحدث عن جرائم جديدة يتم انتهاكه فيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالمزيد من القصف بعد فتح ورفع القيود عن القصف الجوي على مناطق في الضفة الغربية. وينضم إلي عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور جهاد، تحياتي وأهلا بك. أهلا بك وبكافة المشاهدين الكرام. يعني كيف تقرأ إعلان يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة رفع القيود عن الهجمات الجوية على الضفة الغربية؟ يعني أولا أعتقد بأن هذا الأمر ليس بالجديد، لأن دولة الاحتلال استمرت دائما وفي كل مرة كانت تهاجم العديد من المدن في الضفة الغربية، سواء بالطائرات المسيرة. نعم. هذه الطائرات المسيرة التي كانت تستخدمها بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى أنها استخدمت طائرات الدرون وغيرها من الطائرات التي كانت تستهدف المواطنين الأبرياء في مخيمات
ايام جنين وفي مدينه نابلس، وهذا ليس بالجديد، ولكن يريد يوآف جالانت وزير الحرب الاسرائيلي ان يستمر بعملياته العسكريه بحق الشعب الفلسطيني، او ان يعطي مجالا اخر في هذا السياق لاستهداف المواطنين باكثر قدر ممكن، لاننا نعلم يوميا هناك العديد من الاقتحامات في كافه مناطق الضفه الغربيه وعمليات الاعتقال وعمليات الاستشهاد، اي بمعنى ان يوآف جالانت لا زال يمارس هو وجيشه الحرب العدوانيه بحق الشعب الفلسطيني، وليس فقط في قطاع غزه بل في كافه المناطق الفلسطينيه. هو يعمل على تنفيذ مخطط الاباده المستمر، وهو يبحث عن عمليه التهجير للمواطنين الفلسطينيين، لاننا نعلم جيدا بان هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه هي تبحث دائما عن اليات لتهجير المواطنين الفلسطينيين وخاصه في مناطق الضفه الغربيه، وراينا ماذا يدعو وزير ماليه الاحتلال بتسير سومتريش الذي دعا اولا الى تهجير المواطنين الفلسطينيين الى المزيد من الاستيطان، الى عمليات تهويد الارض، الى محاوله طرد المواطنين الفلسطينيين. ومن هنا عندما يبدا يوآف جالانت باستكمال هذا المخطط بعمليات اباده من خلال رفع القيود عن استخدام الطيران الحربي او استخدام سلاح الجو في استهداف مناطق الضفه الغربيه، اذا نحن امام حرب اباده كالتي تحدث في قطاع غزه وما يرتكب في قطاع غزة. ولكن المخطط يبدو الذي كان مسبقا بشكله الواسع والموسع في قطاع غزة سينتقل إلى مناطق الضفة الغربية لمواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني ولتنفيذ مخطط الاحتلال الداعي إلى إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أراضيه. نعم، بشكل عسكري أو قراءة عسكرية لهذا الموضوع، وهو هل يعني رتيبة النتشة، الدكتورة رتيبة النتشة كانت معي منذ قليل وهي تتحدث عن طبعا أزمة الجيش الإسرائيلي في الجبهات الكثيرة المفتوحة، ثلثي الجيش الآن منشغل في غزة والثلث الآخر ما بين الضفة وما بين الشمال الإسرائيلي مع حزب الله، وهل هذه الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في الضفة الهدف منها ربما رفع الحرج عما حدث معه من مقاومة الفلسطينيين له في الضفة الغربية، أم لإراحة الجيش، أم هو لتوسيع دائرة الانتقام وتوسيع دائرة التدمير؟ فإذا قارنا الهجمات الجوية ما بين غزة وما بين الضفة، غزة دمرت. يعني أعتقد بأن السيناريو الأخير هو الأقرب الذي يدعو إلى المزيد من عمليات التدمير والمزيد من عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني بشكل كامل وبشكل متواصل، لأن هذا المخطط الإسرائيلي الذي جاءت به حكومة اليمين المتطرفة التي تريد تنفيذه في مناطق الضفة الغربية، علما بأن الخطر الحقيقي هو في مناطق الضفة الغربية باعتبار أن هناك منظور أيديولوجي ومنظور توراتي أو ديني تنظر إليه الأحزاب الدينية المتطرفة في مناطق الضفة الغربية. ما يتعلق بالجبهة الشمالية وما يتعلق بقطاع غزة، نحن نعلم جيدا بأن هناك أزمة لدى الجيش الإسرائيلي في عمليات التجنيد، وخاصة أزمة تجنيد الحريديم وما وانعكاساتها الكبيرة على الوضع الداخلي الإسرائيلي وما يجري في الداخل الإسرائيلي. ولكن بالمقابل هناك حالة من الدعم الكامل اللوجستي لدولة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول التي تقدم دعمها ومساندتها لدولة الاحتلال بما يتعلق باستخدام أحدث الأسلحة المتقدمة والمتطورة في حربها بحق الشعب الفلسطيني. من هنا أعتقد بأن قضية عملية توزيع قدرة الجيش الإسرائيلي للقتال على أكثر من جبهة، هذه كانت ضمن استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي والتي أعلن عنها قبل 7 أكتوبر، وجرى العديد من المناورات في كيفية المواجهة على أكثر من جبهة عسكرية وأكثر من جبهة قتال. ولذلك أعتقد بأن ما يجري اليوم على الأرض الفلسطينية حرب انتقامية بحق الشعب الفلسطيني، المراد منها أو الهدف منها آليات أو الخلاص على الشعب الفلسطيني، علما بأن الشعب الفلسطيني الثابت والصامت على أرضه لا زال يقاوم هذا الاحتلال بحالة الصمود التي تتجسد على الأرض رغم المعاناة وما يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني من كارثة أو من نكبة أو من مأساة كبرى قد لا توصف بالكلمات، ولكن ما يجري هي حرب تطهير عرقي
تستخدم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في مواصلة هذه الجريمة التي ترتكب، ولا زال هناك الكثير من الأصوات داخل دولة الاحتلال التي تدعو إلى محو الشعب الفلسطيني عن الأرض أو تهجيره أو طرده. ولذلك القوى العسكرية المفرطة التي تستخدم من قبل قوة الاحتلال هي موجهة بشكل عملياتي أو بشكل منظم وبشكل موجه من قبل الحكومة الإسرائيلية. نعم. طيب دكتور جهاد، كيف ترى أو إلى متى سيستمر هذا الوضع في رأيك، بما أنك ذكرت المشاكل التي تتعرض لها حكومة نتنياهو اليمينية التي تقلصت عدة مرات وخرج منها وزراء وعاد إليها وزراء؟ الداخل الإسرائيلي يضغط على بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى بعض من الأهالي، مشكلة الحريديم ظهرت في التجنيد في الجيش، ضغوط سياسية لإيقاف الحرب والاقتصاد الإسرائيلي المنهار، الكثير من الضغوط الدولية وإن كانت ليست بفاعلية خاصة مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترى نهاية هذه الحرب في رأيك؟ يعني أعتقد أولا إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي الإسرائيلي وما يجري من تظاهرات داخل دولة الاحتلال، هناك مطالبات بعقد صفقة، ولكن بالمقابل المطالبات التي تذهب من أجل عقد صفقة هناك مطالبات أخرى باستمرار الحرب. علينا أن ندرك قضية مهمة بأن نتنياهو لن يسلم أولا بانفراط عقد هذه الحكومة، لإدراك كل كامل بأنه إذا انفرط عقد هذه الحكومة وحلت الكنيسة الإسرائيلي لن يكون رئيسا للوزراء بعد ذلك، ولن يستطيع أن يقود حكومة حزب الليكود الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق بمشكلة الحريديم، نحن نعلم جيدا بأن هذه المشكلة مثارة منذ عام 2015 وحتى يومنا هذا لم تحل، رغم ما صدر من قرارات متعلقة باستدعاء 1000 من الحريديم. هذا الأمر إلا أن نعتقد بأن هناك مواجهة قد تحدث، ولكن بالمقابل السؤال الحقيقي، هل سيفرط نتنياهو أو هل سيقدم نتنياهو للمعارضة على طبق من ذهب حل هذه الحكومة؟ أعتقد بأن نتنياهو لديه من القدرة على اللعب والمنافسة والمناورة في الاستمرار بما يتعلق بالمزيد من عمليات كسب الوقت، وهذا الأمر الذي يراهن عليه نتنياهو كما يفعل في ما يتعلق بالقضية الانتخابات الأمريكية. لازال نتنياهو يراهن ويناور على عامل الوقت، وهو لا يريد أن يقدم صفقة أو تهدئة، لأن الأسرى لا يعنوا بالأساس، لأن لديه مخطط خفي يعمل على تنفيذه، إنما يتخذ من قضية الأسرى ومن قضية القضاء على المقاومة الفلسطينية مجرد شعارا يستهدف من خلاله مواصلة عملية التدمير وعملية الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وعلى الوضع الداخلي أعتقد بأن هناك بلوك يميني لا يستطيع أن يستغني عنه نتنياهو، يمثل أكثر من 33 مقعد بالكنيسة الإسرائيلي. أي بمعنى أن نتنياهو لن يغامر بهذا الأمر، ولذلك وجدنا هناك مجموعة من الخلافات ما بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية، ما بين نتنياهو ووزير حربه. ولكن عندما تفجر القنبلة الأمنية التي يستخدمها نتنياهو في كل مرة أو في كل فترة زمنية بأن هناك خطرا خارجيا يهدد دولة الاحتلال، مما يدفع الجميع للالتفاف حول الحكومة أو حول نتنياهو حتى يواجه الخطر الخارجي، وهو ما دائب عليه نتنياهو في الكثير من المواقف والكثير من السنوات حتى يحافظ على استمرارية بقائه واستمرارية حكمه. ولذلك هو يستخدم اليوم بأن إسرائيل تتعرض لخطر كبير محدق، على الجميع أن يلتف حول الجيش، يلتف حول الحكومة، وتأجيل كافة الخلافات الداخلية إلى مرحلة مقبلة. نعم، أنا بشكرك دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كنت معي على الهواء مباشرة من هناك من القدس المحتلة عبر الهاتف، شكرا جزيلا. وينضم إلي الآن الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط. أستاذ صلاح تحياتي وأهلا بك. أهلا وسهلا. يعني في البداية، كيف قرأت إعلان يوف جالنت يعني تم إزالة القيود المفروضة أو القيود المفروضة على الهجمات الجوية على الضفة الغربية ونقل وفتح ساحة جديدة من الحرب الشاملة، خاصة مع استخدام القوات الجوية المدمرة على الضفة الغربية؟ يعني ده تغير في السياسة في التعامل مع الضفة الغربية. يعني منذ بداية الانتفاضة الأولى كانت إسرائيل
تستخدم العصا الغليظة مع قطاع غزة، وكانت مع الضفة الغربية تستخدم وسائل أخف حتى في الانتفاضة. وكان موضوع يعني قطاع غزة كان يقصف بالطائرات أبان الانتفاضة الأخيرة، والضفة الغربية كانت عبارة عن مداهمات بالسيارات. أما الآن وقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا باستخدام سلاح الجو، فهذا يكون تغير كبير جدا وتهديد باستخدام العصا الغليظة، وهذا إشارة منه بأن التعامل ومعدل التعامل مع الضفة الغربية ستتغير، وسيكون هناك قصف بالمسيرات وبالطائرات، وهذا تطور خطير في النوايا الإسرائيلية، من أن إسرائيل لا تريد سلام ولا تريد أي شيء، بدليل أنها تتعامل مع الضفة الغربية التي لم تشارك في 7 أكتوبر بهذا العنف. أستاذ صلاح؟ أيوة حضرتك سامعني، تفضل. فبقول لك هذا تغير في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية. طب اسمح لي اسالك هذا السؤال، يعني بعد ما تابعنا الدمار الكبير الذي في قطاع غزة، هل يمكن ان يحدث هذا في الضفة الغربية؟ وتابعنا ايضا انتشار الامراض وفيروس شلل الاطفال عاد الى قطاع غزة الذي انتهى من العالم بسبب سوء الاحوال الصحية داخل القطاع بسبب الحصار وغيره، هل ممكن يتحول الضفة الغربية التي لها وضع استراتيجي داخل إسرائيل مختلف وهي أراضي محتلة بالطبع، هل ممكن تتحول إلى غزة أخرى؟ هل ممكن لإسرائيل أن تغامر بمثل هذا؟ إسرائيل الضفة الغربية بالتأكيد أكبر وأوسع، ومدن الضفة الغربية متفرقة، ليست قطاع غزة. قطاع غزة 36 كيلو في 10 كيلو، يعني 360 كيلو متر مربع، ومباني مكتظة. إسرائيل تريد تدمير القطاع، وعلى يعني في الحروب السابقة منذ 2008 و2014 وكل الحروب السابقة كانت إسرائيل تستهدف المباني وتستهدف البنية التحتية في قطاع غزة. أما الضفة الغربية تريد، وأعلنت كثيرا أنها تريد ضم الضفة الغربية، وأعلنت منذ أسابيع إجراءات معينة للضم بالنسبة لمناطق A و B و C، وبدأت الآن تكثر من بناء المستوطنات وتوسع المستوطنات الصغيرة، وعملية استيطان نشطة في الضفة الغربية لالتهام الضفة الغربية. والرئيس واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن دعمه لرئيس ترامب بشرط أن يعطي الضفة الغربية لإسرائيل لالتهام الضفة الغربية. وبالتالي إسرائيل لا تحسن ولا تريد يعني احتلال كل أراضي فلسطين وطرد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في غزة إلى مصر والأردن، هذا هو المخطط المعلن. طيب إذا وضعنا، بما أن حضرتك ذكرت الانتخابات الأمريكية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، يعني بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وسنرى من سيترشح بدلا من، وإن كانت كفة ترامب قد ارتفعت يعني بشكل أكبر، فكيف ترى الأوضاع في الانتخابات الأمريكية؟ وهل سيغير ذلك مهما كان من سيأتي مكان بايدن، سيغير من اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من الحرب على غزة؟ لا يحدث أي تغيير، لأن الحزب الجمهوري والديمقراطي يتنافسون على إرضاء إسرائيل وليس قمع إسرائيل. يعني لا توجد أي فروقات، القضية الفلسطينية لن تتأثر وضعها، والدليل كل الرئاسات السابقة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية كانت جميعها تساند إسرائيل. ولكن المتغير الرئيسي والأساسي في هذه الحرب إن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهذا هو المتغير، والمقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه هذا هو الذي غير، وهذا هو الذي رفع القضية الفلسطينية كانت ما يعني منسية، ولكن صعدت مرة أخرى إلى السطح، وبالتأكيد أثرت في السياسات الخارجية لهذه الدول وفي الانتخابات الداخلية. لأول مرة القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات الانتخابات الأمريكية، كانت دائما تركز على القضايا الداخلية. الآن القضية الفلسطينية
وحضرت في الانتخابات البريطانيه وحضرت في الانتخابات الفرنسيه، وكل هؤلاء الدول ساعدوا اسرائيل ودعموا اسرائيل. وبالتالي انا يعني بعتقد بان المتغيرات التي تحدث حاليا سواء في داخل هذه الدول ممكن ان تصب في اطار وقف الحرب وان يكون هناك انصاف للشعب الفلسطيني في المرحله المقبله. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا ضيف الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا. وانضم إلي الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية. دكتور أحمد تحياتي وأهلا بك. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا وسهلا دكتور أحمد. يعني في البداية إذا تحدثنا عن الداخل الإسرائيلي والتكوين السيكولوجي والفكري، الكثير يعتقد أن داخل إسرائيل يعارضون فكرة تهجير الفلسطينيين أو يعارضون هذه الحرب، لكن مع استمرار هذه الحرب نرى الكثير رغم الدعوات لإيقاف الحرب داخل إسرائيل، لكن ليس الهدف منها هو إنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ولكن هو يعني إخراج أسراهم من يد حماس. كيف تقرأ هذه الصورة؟ وهل يجب أن يركز العرب على هذه الصورة تحديدا لإخراجها للخارج حتى يرى ترى الشعوب كما رأت الصمود الفلسطيني ترى الشعوب حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحقيقة الشعب الإسرائيلي؟ يعني بعد تحية مجددا لحضرتك. يعني بالفعل احنا أمام مشهد معقد ومركب، بمعنى أن منذ قيام إسرائيل وحتى هذه اللحظة لا يوجد توافق حول قضية هذه الدولة. نعم. هل هي دولة يهودية؟ هل هي دولة ديمقراطية؟ هل هي دولة لكل مواطنيها؟ هل هي دولة تريد أن تتوسع أكثر بزعم أنها أرض إسرائيل الكاملة المذكورة في التوراة في التناخ؟ فهذه أمور ليست محل توافق داخل إسرائيل، بمعنى أنه بالفعل إذا لحظات أشرت لا يوجد تعاطف مع الفلسطينيين، لا يوجد إعلاء لقيمة القانون والحقوق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ولكن هناك إعلاء لقيمة الأمن. أمن المواطن الإسرائيلي في رؤية البعض في إسرائيل يتحقق بإعطاء بعض حقوق الفلسطينيين. في هذا السياق هناك يسار يعني يتوارى في إسرائيل، القوة بتاعته بتضعف بالتدريج، لكن هناك يسار وهناك وسط يقول بأن أمن إسرائيل في أن يتم منح الفلسطينيين بعض حقوقهم، خاصة وإن في حصار دولي وإن في محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى والإنجليات الدولية تلاحقنا إن في ضرر اقتصادي بيقع علينا، خاصة وإن العنف إن المذابح لم تبدي نفعا، بمعنى إن المحتجزين لم يتم الإفراج عنهم، قيادات حماس موجودة، فبالتالي يجب أن يكون هناك تركيز على أن هناك مراجعات داخل المجتمع الإسرائيلي وفي انشقاق داخل المجتمع الإسرائيلي حول المسار الذي يجب أن يتخذ ويتبناه المجتمع في هذه المرحلة. طيب دكتور أحمد، يمكن ما أظهرته هذه الحرب والمقاومة الفلسطينية أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع هش، وأن الدعم لولا الدعم الصهيوني الخارجي خاصة في الولايات المتحدة لكان هذا المجتمع قد تفكك منذ فترة طويلة، خاصة مع وجود عنصرية داخل إسرائيل من تركيبتها المعقدة كما قلت، ويطل علينا وجه الحريديم أو المتشددين الدينيين بهذه المشكلة الأخيرة في التعبئة وفي الدخول إلى الجيش بأحد أوجه هذه المشاكل. الدعم الصهيوني العالمي للداخل الإسرائيلي مستمر، لكن ترى متى يمكن فرض رأي الأغلبية أو الأغلبية العالمية على هذا الوضع داخل إسرائيل في رأيك؟ يعني في رأيي أن هذا النهج لا يمكن أن يسير إلى ما لا نهاية، بمعنى أن سبق وأن تبنت الممالك الصليبية نفس النظرة المتعالية، النظرة التي لا تريد الانتماك في المحيطة، النظرة القائمة على التوسع، نفس الكلام في جنوب أفريقيا، السياسات العنصرية سقطت. فبالتالي أعتقد أن إذا ما تشبثت الحكومة الإسرائيلية بهذه السياسات ستكون هي أول من يضار. فبالتالي هناك جبهات تفتح تتسع، حديث عن حرب إقليمية،
هناك ايضا جبهات لم تفتح مثل جبهه فلسطين 48 سبق ان تم فتحها، ومع استمرار الانتهاكات ضد الاقصى يمكن ان تفتح. فبالتالي اعتقد ان هناك احاديث يجب ان تتحدث مع المجتمع الدولي بلغه المصالح. نعم. بمعنى ان هذه السياسات تهدد استقرار المنطقه. هذه السياسات لها خطوره اخلاقيه، قانونيه، اقتصاديه وامنيه. وبالتالي اذا كان هناك دور وظيفه لاسرائيل انها تحمي مصالح الغرب فهي حاليا تحتاج لمن يحميها، يعني القبه الحديديه مخترقه حتى في تل ابيب. نعم. هناك نحو 30,000 مسيرة وصاروخ تم إطلاقهم على شمال إسرائيل، هناك تأجير لبعض السكان حوالي 200,000 من الشمال ومن الجنوب، فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية اللي هو نهب ورأس صنعاء. طيب الفكر الصهيوني والدعم الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على الحزبين المتنافسين، هل ترى أن ما يحدث الآن في الانتخابات الأمريكية، طبعا على الطاولة الآن محاولة لوقف إطلاق النار ومحاولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، هل نستطيع أو تستطيع هذه القضية أن تستفيد مما يحدث من خلل في الانتخابات الأمريكية وصراعات داخلية في أمريكا لتمرير هذه الصفقة، أم ربما تؤثر عليها؟ وهل سيتغير الضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية على القضية الفلسطينية لإنهائها، وربما نرى أوجه جديدة في قراءاتك للفكر الصهيوني؟ يعني أحييك طبعا على هذا السؤال وسؤالك الجامعة، لكن أنا رأيتي بأن بايدن تحرر من القيود. هو نعم. حاليا مرشح بلا قيود، بمعنى أنه لا يبحث عن أصوات تدعمه، فبالتالي قد يضغط بشكل أقوى على نتنياهو لكي يحقق صورة تدعمه هو وهاريس نائبته المرشحة الأولى لكي تكون في السباق الرئاسي. هذا الأمر يمثل ضغط على نتنياهو، وأيضا يمثل ضغط على نتنياهو انشغال المجتمع الأمريكي بالبحث عن بديل لبايدن، البحث عن نائب لبديل بايدن. فهذا الأمر يجعل الانشغال عن البكائيات واللطميات الإسرائيلية أمر يضر الجانب الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن الحاردين موجودين في الولايات المتحدة. نعم. بمعنى أن يهود الولايات المتحدة ليس كتلة واحدة، هناك منهم من لا يكترث بالصراع من الأساس، وهناك من يرى بأن هذه السياسات الليكودية المسيحانية التوسعية تضر نعم. حتى داخل الولايات المتحدة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية، بشكرك على وجودك معنا، كنت معي على الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا، وبشكر جميع ضيوفي الذين كانوا معنا في هذه التغطية المباشرة، تحدثنا فيها عن ملفين وهو انتشار الأمراض وعودة فيروس شلل الأطفال إلى غزة بسبب سوء الأحوال الصحية، وتحدثنا عن فتح جبهة جديدة استخدام الطائرات في ضرب الضفة الغربية. نشكركم دائما مشاهدينا الكرام، دائما النيل الأخبار الأقرب إليه، مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحياتي حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.